بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اللاعب أحمد حسن الكياي، لاعب 110 حواجز، ألعاب قوة. قصة دخولي النادي، شفت المدرب كابتن حسين اليوحة شافني بمجمع وقال لي تعال جرب حظك معانا بال110 وشوف نفسك إن شاء الله تقدر. ودشيت النادي والحمد لله خلال تمرين شهرين قدرت أخطف الأضواء وصعدت المنصة للتتويج، حصلت أرقام، شاركت بطولة غرب آسيا بقطر والحمد لله مشاركة الحمد لله زينة وعدت الأمور طيبة. لعبت ألعاب اللي هي كرة القدم بس ما شفت نفسي فيها، شفت نفسي بالألعاب القوة وايد أحسن. أبرز الإنجازات اللي سويتها أن خلال شهرين ماكو لاعب يقدر يحطم أرقام أو يقدر يسوي إنجاز قوي، وما نقدر نقول ان هذا انجاز لان في لاعبين اطيب مني واحسن مني مثل اللاعب محمد بصالحة واللاعب عبد الله منيس، هذول ما شاء الله عليهم ملتزمين بالتمرين وما شاء الله عليهم، وخاصه محمد بصالحة اللي قدر يشارك ببطوله اسيا اوزباكستان والحمد لله تاهل حق النهائي وحصل ميداليه. ال110 خاصة لازم يكون فيك لياقة عالية وتحمل سرعة وحواجز، وأنك لازم تتبع مدربك أساس أن اللعبة وايد خطرة، بأي غلط إصابة أو أي غلط تسوي تطيح من الحاجز لازم كسر ولا إصابة قوية تكون. معسكرات شاركت معسكرين بالكويت ومعسكر بغرب آسيا، وكان وايد شديد اللي بغرب آسيا إنه نام بكر ماكو طلعة ومن هالكلام. المعسكرات الخارجية كانت إنه تمرين صبح وعصر مثل ما قال زميلي عبد الله اليالوس، شديد شوي ولازم يكون في إصرار وتحمل جدية بالموضوع. اللاعب اللي متفاهم معاه عبد الله اليالوس، لأن هاللاعب هذا ما شاء الله عليه عنده عزيمة وصرار وتحمل ما شاء الله عليه، وقدر يكسر رقم بس كسره قبله اللاعب مشاري المطيري. دور المشرفين والمدربين كانوا يعطونا العزيمة والصرار قبل البطولة والتحفيز قبل البطولة، على رأسنا رئيس ألعاب القوة نادي الغاتسية ماضي المطيري ومحمد مغنبر والمدرب حسين اليوحة وكابتن علي درويش وحبيب كرم. يبلش تمريني من أدش الملعب أسخن تقريباً 3 لفات، وبعدها نبلش سويدي والأي بي سي، وبعدها نشوف على حسب الجدول إن كان حديد ولا كان مدرجات ولا إن كان سرعة. أسهل تمرين اللي هو ال110 إن كنت تاخذ حواجز، وأصعب تمرين اللي هو المدرجات والحديد. أفضل مباراة لعبتها اللي هي العمومي مع البطل الآسيوي يعقوب اليوحة، وكان فيها عزم وصرار بالبطولة. قبل تحضيري للمباراة يكون في تجهيز قوي، ويكون قبل البطولة بأسبوع أكون ماخذ راحة 2-3 أساس إنه يكون مرتاح، وقبلها لازم أكون نايم فوق 8 ساعات على الأقل أساس أكون فورمال مثل ما يقولون مصحصح ومشارك عدل. طموحي بهذه اللعبة إني أوصل مثل إنجاز البطل يعقوب اليوحة والبطل عبد العزيز المنديل وفارس العميري، إن ثلاثتهم تأهلوا حق العالم. إن شاء الله نكون قدها ونوصل العالم. استفادتي بهذه اللعبة ولا المشاركات الخارجية أن أكون محافظ على جسمي وماكو ما أكل أكل غير صحي، كله صحي،
وحافظ على جسمي. أما أشوف البطل يعقوب اليوحة ولا عبد العزيز منديل ولا فارس العميري لما انصلوا العالم، أكون محفز نفسي، أشوف أديك أكلم الكابتن، أبي أصير نفسهم، أبي أشارك نفسهم. وما يقصر وياي الكابتن حسين اليوحة وإن كان علي درويش. أنت توترت قبل البطولة، أكلم الكابتن حاشتني التوتر قبل البطولة، وهو يعطيني الحافز إن كان بدعوات ولا إن كان إصرار. ومنها كابتن أحمد دسوقي كان يحفزني وايد قبل البطولة. بالنسبة حق نقطة الضعف، لازم تكمل تمرينك ما تقطع، وتكون إن أنت قام أخذ التمرين بجدية ما فيها ضحك، وإن شاء الله توصل اللي أنت تبي. عندي تمارين خاصة إن كانت معدة ولا ظهر، هذا لازم يكون الكابتن قايل لنا قبلها إنه لازم ندش معدة وظهر، وإن شاء الله قدها. إحنا الرياضة اللي أحب أمارسها هي السباحة وكرة القدم. قدوتي بهذه اللعبة هم ثلاثة، وذكرنا أسماءهم: يعقوب اليوحة، عبد العزيز المنديل، فارس العميري، وكابتن حسين اليوحة، وكابتن علي درويش. الإصابات اللي هي تكون مثلاً الأنكل، هذه مصيبة بروحه، ولا إن كانت عضلة الضامة، هذه لازم تحتاج لها تمارين خاصة وعلاجات خاصة أساس إنك تقدر تتفاداها بالتمرين، ولا إن كان مسبح ثلج ولا إن كان سويدي. أساس تكون لاعب ناجح لازم يكون عندك إصرار وتحمل، ويكون عندك إن أهلك راضين عليك، هذا أهم شيء، وإنك تلتزم مع الكابتن وتوصل اللي أنت تبي. اللي شجعني عامة هما أكيد ربعي والكباتن، وما قصروا وياي، والخاصة أبوي والوالدة. أهم احتياجاتي الخاصة عشان تكون لاعب ناجح إنك تنام عدل، تقوم تمارس الرياضة بشكل جدي شوية وما فيها ضحك اللعبة. اللي بعمري أنا أنصحكم إنكم تشاركون بنوادي ولا تمارس اللعبة اللي أنت تحبها عشان توصل، وباكر هالإنجاز هذا توريه حق عيالك ويكون ذكرى إن شاء الله.